معنى هذا المفهوم؟ هذا الثاني بتكون حالة الوسط، الخامس بتكون مثل شيء. هذا الزبيوي الخامس. سبحان الله كيف فرغ الطاقة. لا إله إلا الله. شو تكون طاقته؟ أخذ الطاقة السلبية من المريض، المرض الداخلي جسم المريض أخذه بوقت البتيل الإيجابي. يعني هلا هدول الزغاري لو عملوا الفحص تبين فيهم مرض؟ المرض بيكون فيه سحب هم الطاقة بكون تحليل غير أول تحليل غير هذا الزغلول الخامس انتهى مع أبو هيثم مع الكانسر للكبد والرئة مرحلة توافع غير فور عشان هيك غير فور تكون مراحل متقدمة من الكانسر تكون مراحل متقدمة عدد الجريت 1 أو الجريت 2 بأخذ أقل من هي الطاقة بكل مرض بداياته لما يستعجل واحد العلاج المرحلة الأولى بكون أفضل بسم الله هذا الزغلول السادس نسأل الله إنه يكفي ويكون انسحب المرض من أبو هيثم